قول لنا بقى ايه اللي بيميز ماونتن فيو عن اي ده؟ طبعا انت بتحب دورات رمضانيه وطول عمرك موجود فيها، فايه اللي بيميز وانت شايفه مختلف هنا؟ البطوله دي مختلفه شويه، ان فيها عدد فرق مش صغير، فيها 20 فرقه وتتلعب كلها في اسبوع واحد. فالنهارده الخميس ده اول ماتشات هي بتتلعب وراك على ملعبين، والخميس الجاي الفاينل. فانا بحس ان دي حاجه حلوه، ان في ناس عايز تدخل في كذا دوره، فان يبقى عندك دوره مقفوله في 7 ايام، مش هتلعب كل يوم منهم طبعا، بتلعب 4 او 5 ايام، فدي حاجه كويسه. طيب هي الدورات الرمضانيه بالنسبه لك اللي هي بقى تنافس ولازم نكسب، ولا انت بتاخدها فور فان؟ لا تنافس ولازم نكسب طبعا، دبح بغض النظر عن المستوى، حتى لو مستواك وحش برضه هتعمل زي اتلتيكو مدريد ما عملوا مع سيتي كده. بس بعد ما نخلص الدبح في الملعب يعني، فالاجواء هنا بره لا لذيذه، ممكن اجي هنا مع اصحابي مع اولادي، اعرفوا ان هم يعني بيستو، نغير الاجواء شويه. طيب ما ينفعش معايا ما اسالكش عن روما. روما دلوقتي كسبان 3-0 في دوري المؤتمر، مش عارفين طبعا بعد ما الانترفيو ده يخلص هيبقى النتيجه كام، بس انت ايه رايك في روما الموسم ده عموما؟ في تحسن كبير يعني، بعد 4 شهور سيئين جدا كله بدا يفقد الثقه في مورينيو. الفتره الاخيره في سلسله لا هزيمه حلوه في الدوري، انتصارات، وبالذات الماتشات الفرق الصغيره، احنا كنا بنضيع نقط من الفرق الكبيره والفرق الصغيره، فمورينيو بدا ياخد شويه نقط، الفرقه بقى ليها شكل، تامي ابراهام بدا يجيب جوال، كان حظه وحش قوي في اول السيزون، فاعتقد انها حاجه كويسه بصراحه. بطوله المؤتمرات انا عارف ان في الاخر لو وصلت فاينل هيبقى بطوله وبتاع، بس هي بطوله ضعيفه قوي، ده تحت اليوروبا ليج كمان يعني، عشان كده انا هنا يعني مش بتفرج على الماتش. طيب كنت عايز اسالك عن فيتشر سكواد، انت دخل الفريق بتاعك فيفا دخل فيتشر سكواد، فانت ايه رايك بقى في الموضوع؟ لا حاجه جامده بصراحه، بلعب فيفا من وانا عيل صغير، فان انا يبقى عندي فرقه تيم نصوحي وفرقه صباح وكوره تبقى في سكواد والناس تلعب بيها وكده، حاجه حلوه، لان اي حد بيحب التيمت تيم فبيلعبها من زمان، فاكيد حاجه حلوه. الفرقه بتاعتي بتاعت منتخب العرب، فانها موجوده وفيتشرد والناس، حاجه بريفليج كده، شرف يعني، انبسطت بيها قوي بصراحه. ماشي، وجه رساله بقى اخيره للمشاركين في دوره ماونتن فيو. بالتوفيق للجميع، وان شاء الله الفرقه الاحسن هي اللي هتكسب، الفرقه اللي لابسه اخضر دي غالبا هي اللي هتاخد البطوله من اول ماتش، شكلهم كده بتوع مشاكل وهيكسبوا.